مرحبا، اليوم رح نفرجيكم عروس هي. رح تكون رافعة شعراتها ورح نحط لها اكسسوار اللي كتير دارج اليوم، اللي هو التاج الكبير. رح ارفع لها رفعة ناتشورال، رح جرب يكون من هون شوي مرخة، ما شدلها كتير عن وجهها، كتير السنة دارج الرفعة العالية وما يكون كتير كتير مشتول. حطيت التاج بالاول لا اقدر اعرف قد ايه القياس اللي بدي اعلي عليه رفعه العروس اليوم. هلا رح اعلي لها كل شيء شعر باقي ليبين معنا توتال لوك. رح احط الشعر تحت الاكسسوار، الاساسي انه الاكسسوار يبين، كرمال هيك حطيت الاكسسوار بالاول. نصيحتي للعروس انه تستعمل طرحها وتحطها بمحل بشعرها، اكيد بمساعدة المزين، انه بس تنشال نهار العرس من بعد ما تتصور تضلها محافظة على شعرها. عطول بحب نسق موديل الشعر مع فورم الوجه، شو بيلبق للوجه، شو الستايل اللي بيلبق اكثر. الاكسسوار كمان بدنا ناخده بعين الاعتبار، ما يطول الوجه اذا كان كتير كبير. انا بنصح عروسة هي انه كل عروس تعمل اللي بيلبق لها، اذا كان ستريت ولا ويفي ولا نص رفعه ولا رفعه، مهم يكون بيلبق لوجهك.